السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم جميعا، اليوم إن شاء الله يكون طيب وسهل. السلام عليكم. أنا شفت هذا الرجال الطيب رامي. الله يسعدك يا رب. طيب الله يخليك، وأخونا صحيح أبو بلال الطيب. أهلا أهلا، الله يسعدك أخوي رامي، يخلف عليك. نورتنا والله، يعطيك الصحة. وأنت شاب محترم جدا، يعني وزوق جدا جدا. الله يسعدك، الله يحفظك يا رب. والله أنت أخونا وحبيبنا، الله يعزك، وقدوتنا، ويعني أنت احسن والله. ايش ما احكي لك بقليل بحقك يا حبيبي. الله الله يسعدك من اصلك. الله يسعدك، اشكرك يا حبيبي. وهي اغنيه اهداء لابو الفهد ولام الفهد. الله يسعدك، الله يسعدك. صح ما متت من فارقتك، بس ناسي راحت بالي، يا ناسي يا كوني وهلي، من تبعد ايش يبقى لي، هو انت وياي، واحس كلش مكانك خالي، كلش مكانك خالي خالي. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. حيا الله، اهلا وسهلا، مرحبا، كيفك، شو اخبارك؟ السلام عليكم. لا يسعد مساك يا رب. طيب السلام عليكم ورحمة الله. الله يسعد مساكو من الغالي والحبيب فلسطين. صراحة أنا سعيد جدا اليوم، لأني شفت إنسان عزيز على قلبي، هو أبو عزيز الغالي، صديقنا الحبيب والطيب والغالي والشهم، اللي يعني انبسطت جدا وسعيد جدا فيك والله يا أبو عزيز. الله يحفظك يا رب ويعطيك الصحة. طيب زيارتي لفلسطين الحقيقة المرة كانت مميزة جدا، لأنه أنا رحت زرت منشأة وشركة فخمة ورائعة جدا، شركة فلسطينية عظيمة، فجأت وانبهرت صراحة بحجم وإمكانيات هاي الشركة اللي موجودة بفلسطين، اللي بتهتم بكل الأشياء اللي لها علاقة بالأثاث والأخشاب والمطابخ، ويعني إشي موضوع كبير كتير. خلال الستوريهات الجاية رح أنزلكم عن زيارتي اللي كانت لبرفكتو ستايل بصحبة أخوي ورئيس الشركة الأستاذ أبو عزيز. الله يحفظك يا رب، الله يعطيك الصحة. طبعا هاي الجماعة كمان عزمونا هيك عزومة حلوة مع شباب جنو، على يعطيكم العافية. الصبايا ما قصروا معانا، الله يعطيكم ألف عافية جميعا. أبو الأمير الغالي، الله يحفظك يا أبو الأمير، الله يسعدك يا رب. أسعد الله صباحكم جميعا، وجمعة مباركة من رحاب المسجد الأقصى المبارك في فلسطين الغالية. الحمد لله لرب العالمين كتب لنا نصلي صلاة الفجر اليوم في رحاب المسجد الأقصى. جمعتكم طيب إن شاء الله، وأيامكم طيب إن شاء الله رب العالمين، ويومكم طيب. طبعاً الصحبة الطيبة بصحبة أخونا أبو عزيز، تقبل الله إن شاء الله أبو عزيز. الله يحفظك يا ربي، جمعة طيبة إن شاء الله عليك وعلى أهلك وعلى جميع أهلنا في فلسطين وفي القدس. الله يعطيك الصحة يا ربي. أكيد غير، شوفوا مع مين حبيبي حمود. الله صبحك بالخير حبيبي القلب. شو شعورك القدس؟ شو أحلى شعور هذا، يعني إننا نصلي في المسجد الأقصى المبارك صلاة الفجر بين أهلنا وشعبنا في القدس، يعني مش أحلى من هيك صراحة. الله يطعمها لكل مشتهي يا رب، الله يطعمها لكل مشتهي يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكو. الحمد لله صرنا في عمان، ودعنا أهلنا في فلسطين، إن شاء الله على أمل أن نلقاكو قريبا. كانت زيارة سريعة لفلسطين، أنا في عمان بصحبة صديقي وأخوي الكبير أبو بلال. حبيبي يا الله يمسيك بالخير يا أبو بلال. الله يسعدك، هذا أحسن الغالي أبو بلال، هذا أحسن زلمة في الأردن وفي عمان. حبيبي يا أبو بلال، الله يسعدك يا رب، الله يحفظك يا رب.